كشف تقرير صادر من وزارة العدل عن عدد صكوك الطلاق التي صدرت خلال شهر ذي القعدة 1441 هجريا، كذلك إجمالي عدد الصكوك الصادرة على مدار الأشهر الماضية. وأوضح التقرير أن عدد صكوك الطلاق التي صدرت يوميا خلال ذي القعدة في جميع مناطق المملكة تراوحت بين 117 و289 صكا، ليصل الإجمالي لعددها 4079 صكا، في حين تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرا السابقة بين 134 كحد أدنى و7500 كحد أعلى. ونوه التقرير بأن الرياض ومكة المكرمة كان لهما النصيب الأكبر من هذه الصكوك.